وبنشوف دايما في المسلسلات والافلام مشاهد اكشن وبتكون خطيره جدا، وبنعتقد احيانا ان الابطال هم او الممثلين هم اللي بيعملوها، لكن اكتشفنا ان في اوقات كتيره جدا المشاهد الخطره دي بينفذها ناس هم نجوم في المنطقه دي ومتخصصين في تنفيذ المشاهد الصعبه دي. احنا بنسميهم الدوبلير او الخطر اللي هو بيقدم الخطر بدل الممثل او بدل النجم. من نجوم المناطق الخطرة او تنفيذ المخاطر او من النجوم في هذا المجال معانا ضيف الحقيقة حكايته سرية جدا، ويعني عنده تفاصيل مهمة جدا، وعنده اعمال زي الحشاشين وزي شغل مع احمد عز وحاجات كتير جدا جدا هنتعرف عليه ونعرفها منه. ومنورنا ايمن علي، اهلا بك يا ايمن. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا ايمن. انت عارف طبعا ان في على احدى المنصات الكبيره اللي موجوده في فيلم معمول بطولة بطل كبير عن حياة الدوبلير وقد ايه هو حد مهم جدا، والقصة كلها كانت بتدور على حياته بالظبط. فكرة انك تبقى بديل لنجم في المشاهد الخطيرة اتولدت عندك ازاي؟ والله هو الموضوع بدأ معايا في الأول عن طريق رياضة الباركور. اوكي. انا كنت ليه ايه بقى رياضة الباركور؟ رياضة الباركور هي رياضة فرنسية الأصل وكده، اللي هي حاجة زي الجمباز بس طبعا بقى ايه بتاعت شارع، بننط مباني المباني وبنعمل حركات في الشارع أكتر والكلام ده. بدأت تنتشر في مصر في 2006-2007. طبعا أنا بدأت ألعب 2011 لما مستوايا طبعا زاد في اللعبة وبقيت معروف في الكوميونيتي بتاع الباركور. كان في حد من صحابي، هو حاليا رئيس الفريق اللي أنا فيه ستانت ستيل، كابتن جيمي، كان هو في مجال الاكشن قبليه. فجه في مشهد معين في مسلسل شطرنج قال لي احنا في مشهد كذا كذا عايزين حد يعمل المشهد ده، فانت مناسب جدا للمشهد. المشهد ده كان ايه كان عباره عن هاي فول كده، ان انا واقع من ارتفاع عالي شويه. فاحنا بالنسبه لنا عشان طبعا متعودين على الارتفاعات وان احنا اصلا بننط من مبنى بشقلبه مش مجرد نط عاديه، فالموضوع كان ايزي جدا بالنسبه لي. ايزي. فعملتها من اول شوط جت حلوه جدا. أوكي. فقال لي طب انت ايه رايك تكمل معانا في الموضوع؟ ففعلا حبيت الموضوع بقى وبقيت انترستد قوي فيه. طب انت الحشاشين وكوبرا وعصابه الماكس واول حاجه عملتها كان مسلسل شطرنج، مظبوط؟ ايه اكتر عمل خطر في الاعمال اللي احنا قلناها دي بالنسبه لك؟ اكتر مشهد خطر، هو في مشاهد كتير بصراحه، يعني هو في مشاهد كتير بس من اخطر مشاهد بالنسبه لي حوادث العربيات. ليه؟ الهيومن يعني؟ تورش. نعم. ليه؟ اولا الموضوع يعني بيبقى مش سيفتي الى حد ما بالنسبه لنا، بيبقى فيها ريسك طبعا، بس طبعا قبلها بيكون في تدريبات، في سرعه معينه انت بتتخبطي بيها، لازم تطلعي بزاويه معينه عن طريق العربيه عشان تعرفي تنزلي سيفتي، بيبقى محتاج ثبات انفعالي كبير جدا، انت واقفه قدام عربيه انت عارفه ان هي جايه تشيلك. فالموضوع بيبقى صعب وسهل على حسب التدريبات وعلى حسب الشخص اللي واقف هينفذ المشهد. بتاخد وقت قد ايه في التدريب على اي مشهد صعب؟ يعني بيفرق من شخص من مشهد للتاني او من شخص للتاني بمعنى اصح، لان مش كل الاستانتس بيبقوا نفس الليفل. ومش كل المشاهد، في مشاهد ممكن نعملها لايف. يعني اللي انا قصدت اقوله ايه، في الفيلم اللي انا شفته على احدى المنصات دي والفيلم كله هو البطل بتاعه دوبلير، لاحظت ان في equipments يعني معدات كتير، معدات مهمة لشغلكم، أسلاك معينة، هيلمتس معمولة بدل معينة، الإزاز اللي انتوا بتخشوا فيه يبقى معمول بكذا، لما بتتولعوا فيكوا النار الحاجات اللي موجودة بالظبط. يعني الفكرة مش موضوع عادي، ان في تخصصات. لا خالص، هي الناس مفكرة ان الموضوع بسيط، بس هي كل حاجة من الحاجات اللي حضرتك قلتيها دي بيكون ليها تفاصيل داخلية وتدريبات كتير جدا. يعني اذا فول جاي الفيلم اللي حضرتك بتتكلمي عليه، أيوة، اللي هو بالظبط بيحكي عن حياة الاستانت،
مثلا مش حاجه سهله خالص خالص. هي فكره الهيومن تورش مثلا ان الشخص يولع، في ناس مخصصه هي اللي بتلبس الشخص دوت، في معدات معينه هو اللي بيعملها، في طرق سيفتي معينه ليه، ليه وقت وانت معين. وانت بتطمن للطرق السيفتي دي؟ اه بالظبط. يعني ولا بتقلق برضو؟ اصل ممكن مهما كان الامان يحصل. هو القلق بالنسبه لنا طبيعي، بس كقاعده اساسيه ان احنا عشان تبقى ستانت انت لازم تتغلب على القلق اللي انت بتبقى فيه. ايه الوقعه اللي وقعتها وتعورت فيها؟ وكانت فين؟ في الباركور ولا في ال لا في الستانت؟ في الستانت. بالنسبه لي يعني خلينا نتكلم في اخر حاجه، هي في كوبرا. كنت بعدي من ازاز وهي جت حلوه جدا وكل حاجه كانت تمام، بس هي مجرد لمسه بسيطه ايدي للارض، بس للازاز اللي كان في الارض، بس انا كنت بعمل كفر للكاميرا كانت توب شوت، فانا كنت المفروض دوبلير الفنان، ففي ثلاث كاميرات من ثلاث زوايا وانا المفروض ان انا اعمل كفر لوشي ان هو ما يظهرش، فالكفر بتاعي ان انا اكون قافل ايدي عشان التوب شوت اللي فوق ما تجيبهاش، فلمست بس لمسه بسيطه جدا للارض مش اكتر، بس دي كانت هي دي الوقعه اللي انت وقعتها؟ دي تعويره يعني؟ بالظبط. طب في الحشاشين انت عملت ايه الستانت اللي عملته؟ في الحشاشين احنا في الاول اللي هي هروب الفنان طبعا كريم عبد العزيز من السجن برزك مبيت، الفايت دوت احنا قعدنا نتمرن قبلها بحوالي 3 اسابيع. واو. نتمرن على الفايت وطرق القتال بطريقه معينه، كان معانا فريق من بلغاريا طبعا، الناس دي متخصصه جدا في السيوف وفي الفايت والكلام ده، فكان هم عايزين يبقى الفايت بطريقه معينه. أصبحت مهنة يعني، إحنا بقى في مصر عندنا مهنة الستانت مهمة وموجودة وشباب زي الفل بيشتغلها. بالظبط. هي اوريدي أصلا مهنة الستانت موجودة على مستوى العالم كله. أيوة، بس المرة دي بتركيز، أنا حاسة إنها بقى فيها فرق، في شغل. ده حقيقي، ده حقيقي. إحنا عرفنا إن أنت في كوبرا مع مجدي كامل أنت اتفاجئت لأنه عمل، ها قول، خدك بالحضن. كان إيه؟ بعد نزلة الكرسي وهو مولع وكده، هو انا كنت شايف عينيه الخض عليا، فهو جه يطمن عليا بالحضن، فالموضوع كان حلو جدا، وامام نفسه اتخض عليا من شكل النار، يعني هو دخل اصلا قدام الكاميرا مان، شدني من قدام الكاميرا مان وبتاع لما شاف النار وبتاع، فهم كمان بيتعاطفوا. طبعا، وهو في حاجات كتير جدا هم بيبقوا عايزين يعملها، يعني امام في المشهد ده كان عايز ياخد الخبطه دي وما كانش عنده مشكله وبتاع، بس الستانت كوردينيتور ده بقى الشخص اللي بيبقى مسؤول عن الستانت عموما. الستانت كوردينيتور منعه. لا، هو متدرب اكتر، هو فاهم هو يعمل ازاي. في سيفتي، بنبقى لابسين سيفتي، وفي طرق سيفتي بنستلم بيها الضربات والحاجات دي. طب انت تمرين في الاختيار في الثلاث اجزاء في مسلسل الاختيار، ايه كان اصعب المشاهد؟ بالنسبة لي كان أصعب المشاهد في الجزء الأول، كنت دوبلير الفنان عمرو سعد. كنت بنط من الدور الرابع من عمارة لعمارة، كان التصوير ساعتها في نزلة السمان. أوكي. بس طلبوا مني قالوا لي محتاج أي واير، فأنا بالنسبة لي كباركور لا أنا متعود على ده، فهو بس حطوا فيه سيفتي في الكراتين بقى ومراتب وبتاع في الدور في الفوارق تحت، في الفوارق في الارض تحت. غير كده نطيتها من غير. انا سامع ان انت بعد كده تطورت وبقيت عندك على التيك توك حاجات. اهو ايه اللي نقلك النقله بتاعت التيك توك؟ عايز منها ايه؟ بالنسبه لي انا حابب الناس تعرف هو مين، هو ايمو او مين ايمن علي، ايه شغلي، سواء في الباركور او في الاستانت، حابب ان انا اخلي الكوميونتي او الناس عارفه يعني ايه ستانت، ايه منفذ اكشن، وايه ستانت كوردينيتور. لان والناس بتكلمك بتقول لك ايه، بييجوا يتمرنوا معاك؟ هي الناس كتير جدا بتتمرن معايا باركور بقالها فتره، لان انا الحمد لله اثناء تصوير مسلسل حشاشين انا كنت بواجه صعوبه جدا في حته ان انا كنت بتمرن على التصوير في المسلسل، وكنت بتمرن عشان كان عندي بطولة مصر الباركور، الحمد لله قدرت ان انا اخدها مركز اول 2023. والله الباركور ده انت بتتمرن فيه بتنط فين يعني؟ يعني ايه اماكن التمرين فيها؟ لان عارفه ان انت بتنط من مكان لمكان. هي في الاول بيبقى لايف مثلا في اماكن مخصصه اماكن مخصصه للتدريب على الحاجات دي، بعد كده لما تبقى ادفانسد شويه ومستواك عالي وفي ثقه بالنفس بنبدا بقى نطلع نعمل الكلام ده. فين بقى؟ في اي مكان بقى، في خصوصا مكان التمرين ولا في الاوت دور؟ الاوت دور.
لا الاوت دور اي مكان، اي مكان، اي مكان ممكن انت تحسي ان انت حابه تعملي حركه فيه او انت واثقه ان انت هتجيبيها. يعني مثلا انا في حركه من حوالي سنتين على كوبري قصر النيل، وقفت على السور ولعبت حركه ونزلت تاني. يعني مفيش حد عملها في مصر قبل كده. على السور؟ على السور. ليه يا ابني؟ هي كانت بالنسبه لي كانت تارجت ان انا اعملها، كان هدف عندي عشان في الباركور، عشان الناس تعرف ان انت تقدر تعمل حاجه. يعني هي ثقه بالنفس، ان انا عايز ازود ثقتي بنفسي، ادرينالين. طب انت مش نفسك تتحول من دوبلير لممثل؟ اكيد طبعا نفسي ده، ونفسي ان الحاجه اللي هعملها تكون اكشن وخاصه لما بالباركور والاكشن. لان انا برضو يعني انا لعبت قبل ما اخش في مجال الباركور، قعدت 7 سنين بلعب كونغ فو ساندا، كنت بطل القاهره والجمهوريه، كنت بطل الاتحاد. احنا ان شاء الله يبقى في منتج كده يغامر بيك لان احنا هنشوف بطل حقيقي بقى ملوش دوبلير يعني، وتعمل كده افلام اكشن وتبقى نجم. وبعدين هو على التيك توك وعامل 2 مليون متابع، فاكيد على الشاشه هيعمل اكتر واكتر. بنتمنى لك كل التفوق. ايمو